احنا نقطة فعلا. متفقين ان اكيد كده كده خسارة الدوري شيء مزعج جدا للنادي الاهلي ولكل محبيه ولكل عشاقه، وكلنا بيتهيألي برضو متفقين على ان في اسباب مختلفة لهذه الخسارة، منها الحاجات اللي هي خارجة تماما عن ارادتنا واتكلمنا عنها قبل كده عشرات المرات ان ما كانش اكتر. الجزء اللي يخصنا برضو استكمالا لرؤيتك وتقييمك للنسخة الاخيرة من الدوري، هل كان في اخطاء معينة احنا وقعنا فيها لابد من تداركها لاحقا؟ احنا تملي الفترات اللي فاتت كنا بنقول المسافة والماتشات المؤجلة لينا هنجتازها بإذن الله، ويمكن انا قلتها في قناة واتنين ان النادي الاهلي هيدوس على اي حد. بس في الوقت اللي انا بحدد فيه كل ملف على حدة، بلان ايه افريقيا، بلان بي كاس العالم للأندية، جيت للدوري العام بصيت بصة بسيطة. هو ده درس مستر موسيماني. اهم شيء عند مستر موسيماني فهمه ان الدوري العام مركز الاكسجين لنادي الاهلي طول عمره موجود وبكسره وفي كميه وفي مخزون خليك زي ما انت. ابتدى يعيد حساباته، ابتدى يحفز لعيبته بطريقه، ابتدى يعمل جلسات خاصه مع اللعيبه وايه المطلوب منك. هل ده اللي خلاه في المؤتمر الصحفي الاخير يقول ما معناه ان انا اتعلمت الدرس او ان انا طبعا فهمت؟ يعني في كان ليه جمله كده بتقول هو قال ان هو ما كانش على درايه كافيه بالدوري. بص والله انا ما خدت بالي من المؤتمر وما سمعتش اللي قاله، انا بقول لك اللي اتقال له او اللي المفروض يعمله. اول لقطه، بص القيمه كابتن محمود الخطيب الاسطوره، ما ينفعش نقول حد تاني، هو اسطوره واحده بس ما ينفعش يبقى في اثنين وثلاثه. الاسطوره الكابتن محمود الخطيب نزل الملعب عشان راجل رجله كانت في الملعب، قعد مع لعيبته قال لهم انتوا ابطال افريقيا طبعا، انتوا عملتوا كل حاجه، انتوا معلش ما تزعلوش. بص ده البطوله اللي جايه، صح، ده البطوله اللي جايه، انت محيت كل الالام، انت جراح محترم طبعا، دخلت في الوقت المناسب، تعاملت مع المرض وازلته. لا وسكن الام مش بس اللاعبين والجماهير كمان، انت كلهم وقفوا عند الناس. يا استاذ كريم كانت بتقعد تسمع كابتن محمود بيقول ايه، كل واحد عايز ياخد الجمله دي ينزلها على الموقع بتاعه او على البيج او ايا كان في الصحافه يسمع كابتن محمود بيقول ايه عشان الناس تتعلم. صح، ما احنا اتعلمنا كل حاجه، حتى في يعني واحنا بنسلم الميداليات اللعيبه علمت الناس شيء جديد طبعا، اما ادوا الميداليات لرقم واحد محمود الخطيب. لما بنكسب بنكسب بطريقه معينه، لما بنخسر بنخسر بطريقه معينه، لما يعني بنفرح بنفرح لما بنفرح بطريقه معينه، لا ما نتعداش على حد لا نسيء لحد. هو ده الكيان، سواء انت بتتكلم عن مجلس اداره، عن لعيبه، عن جمهور، عن 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 مذيعين، فده الكيان اللي احنا مرتبطين بيه، وعلى مر التاريخ زي ما حضرتك بتقول مش حاجه جديده، فيعني نموذج محترم، وزي ما حضرتك قلت كان مشهد كلنا صراحه يعني حبينا هذا المشهد، وهو يدرس، ولان مش بيبقى مشهد وخلاص، هو بيبقى فيه يعني مسجز رسائل معينه ورا كل حاجه بتحصل، فبس الذكي اللي بيفهمها. هقول لحضرتك يعني حاجه، لو رجعنا بالذاكره شويه، هي امور بتتوارث من مجلس اداره للعيبه لجمهور. صحيح، مش كل الناس بتفضل مخلده يعني. اكيد. لو رجعنا بالذاكره 95 ساعه بطوله عربيه، الكابتن صالح قعد معانا في احد الفنادق وقعد يشرح لنا اللي الناس عمرها ما شافته من الكابتن صالح سليم، لازم تعملوا، وانتوا اللي هتتندهوا، وانتوا اللي الناس هتزعل منكم، وانت اللي هتاخد فلوس، وانت اللي هتبقى ماشي في الشارع الناس شايلاك. هكذا تكون نفس الكلام. القيادة هي القيادة تتوارث. أيوه. من أيوه. ايام الكبار. صح. لغايه الكابتن محمود ان شاء الله، وان شاء الله مستمر.